السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة المجلة الكرام، فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد. في هذا الفيديو غنتحدث على مباراة الولوج الخاصة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة SPTS برسم السنة الدراسية 2020-2021 سجل الإجازة. غنتحدث على عدد المقاعد المطلوبة، شروط الولوج وطريقة الاشتراك في المباراة، وتاريخ إجراء المباراة، وكذلك البكالوريا المطلوبة. فبالنسبة للمراكز اللي غتجرى فيها هذه المباراة الخاصة بمباراة ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة سجل الإجازة برسم السنة الدراسية 2020-2021. تاريخ إجراء المباراة غيكون اليوم الخامس والسادس من شتنبر 2020 ابتداء من الساعة 8:30 صباحا بالمعاهد التالية وملحقاتها، كاين معهد أكادير وملحقاته بكلمي موتوزنيت، وكذلك معهد الدار البيضاء وملحقته بسطات، معهد فاس وملحقته بتازة ومكناس، معهد مراكش وملحقته بصويرة آسفي، معهد وجدة وملحقته بالناظور، معهد الرباط وملحقته بالقنيطرة، معهد تطوان وملحقته بالحسيمة وطنجة، معهد الراشدية وملحقته بورزازات، معهد العيون وملحقته بالداخلة، وكذلك معهد بني ملال. بالنسبة لعدد المقابر أو عدد المقاعد، فعدد المقاعد المتبارة بشأنها 3145 مقعد موزعة على حسب المعاهد والمسالك والشعب كما هو مبين في الجدول المرفق رقم 1. بالنسبة لشروط المشاركة في المباراة، فهذه المباراة كتفتح في وجه حملة شهادة البكالوريا التعليم الثانوي دورة 2019 ودورة 2020 أو شهادة معادلة لهذه البكالوريا، وذلك حسب شهادة البكالوريا المحصل عليها والمطابقة لكل مسلك كما هو أو شعبة كما هو موضح في الجدول المرفق رقم 2. أما عن كيفية الترشح للمباراة، فيتعين على كل مترشح لاجتياز المباراة ملء استمارة الترشيح بعناية والتي سوف تكون عبر الموقع الإلكتروني sptis.santi.gov.ma اللي غادي نشرحوا طريقة التسجيل من بعد فيديو آخر إن شاء الله، ابتداء من يوم 17 غشت 2020 ويعتبر يوم 28 غشت 2020 في حدود الساعة 4:30 بعد الزوال آخر أجل للتسجيل، ولن يقبل أي طلب تسجيل بعد هذا التاريخ. من بعد ما تقوم بعملية التسجيل تطبع نسخة من استمارة الترشيح وتحتفظ بها لأجل الإدلاء بها يوم المباراة، وكذلك عليك أن تتأكد من صحة المعلومات المعبأة في الاستمارة، كما يعتبر عدم تحديد المسلك أو الشعبة أو الترشح بأكثر من معهد أو مسلك أو شعبة أو الإدلاء بمعلومات خاطئة ترشيحا لاغيا. يجب التأكد من جميع المعلومات والمسلك والشعبة اللي باغي ترشح لها المترشح. فبالنسبة للمعهد أثناء عملية التسجيل يتم تحديده تلقائيا، وذلك بناء على المسلك والشعبة المراد التسجيل بها، وكذلك مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية التي حصل فيها المترشح على شهادة البكالوريا كما هو موضح في الجدول. لا يمكن بعد عملية التسجيل لا يمكن نهائيا تغيير المعلومات التي تم الإدلاء بها في الاستمارة بعد التأكيد التسجيل الإلكتروني من طرف المترشح. بالنسبة لمراحل المباراة، فالمباراة تتم على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي كيكون فيها انتقاء للمترشحين، يتم انتقاء المترشحين حسب عدد المقاعد المتبارة عليها على أساس دراسة ملفات الترشيح استنادا على المعدل المحصل عليه في امتحان البكالوريا، وذلك باحتساب مجموع نقطة الامتحان الجهوي بنسبة 25% ونقطة الامتحان الوطني بنسبة 75%. كما يتم الإعلان عن أسماء المترشحين الذين تم انتقاؤهم لاجتياز المرحلة الثانية من المباراة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة www.santi.gov.ma، وكذلك على الموقع sptis.santi.gov.ma، ويعد هذا الإعلان بمثابة استدعاء. فالإعلان عن الأسماء يعد بمثابة استدعاء للمترشحين لإجراء المباراة، ويتم الإعلان عن مقر إجراء المباراة بالمعهد الذي تم التسجيل به من طرف كل مترشح ومترشحة. بالنسبة للمرحلة الثانية،
اختبار كتابي يكون في مادتين. المادة الأولى اختبار في مادة العلوم الحياة والأرض أو العلوم الفيزيائية أو الكيمياء أو الرياضيات أو الفلسفة وعلم الاجتماع حسب المسلك أو الشعبة كما هو موضح في الجدول. مدة الامتحان تكون ساعة ونصف والمعامل 2. المادة الثانية اختبار في اللغة الفرنسية، مدة الامتحان ساعة والمعامل 1. يتم تقييم الاختبار الكتابي بدرجة عدد يتراوح ما بين 0 و20، وتعتبر موجبة للرسوب كل درجة تقل عن 5/20. يعلن عن نتائج الاختبار الكتابي في اللائحة الرئيسية وكذلك لائحة الانتظار على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويعد هذا الإعلان بمثابة استدعاء للمقبولين في اللائحة الرئيسية وفي لائحة الانتظار لاجتياز المرحلة الثالثة، والتي ستجرى بمقر المعهد الذي تم التسجيل به من طرف كل مترشح ومترشحة. بالنسبة للمرحلة الثانية يكون اختبار الأهلية. يعتبر اختبار الأهلية بمثابة مقابلة مع لجنة مختصة يهدف إلى تقييم أهلية وقدرة المترشح والمترشحة على متابعة الدراسة في المسلك والشعب المراد ولجوءها. تنشر قائمة أسماء الناجحين في اختبار الأهلية حسب الاستحقاق في حدود المقاعد المتبارة في شأنها، بالإضافة إلى لائحة الانتظار اللي يمكن اللجوء إليها في حالة عدم أهلية أحد المترشحين أو عدم التحاق أحد الناجحين بعد انقضاء أجل 5 أيام بعد انطلاق السنة الدراسية. بالنسبة للمرحلة الأخيرة اللي هو كيكون التسجيل النهائي بالمعاهد، فبعد الإعلان عن نتائج اختبار الأهلية يتعين على المترشحين الناجحين بصفة نهائية إيداع ملف التسجيل بالمعهد المعني في أجل لا يتجاوز 5 أيام ابتداء من اليوم الأول من الدخول الدراسي. وفي حالة عدم التسجيل النهائي لأحد الناجحين داخل هذا الأجل سيتم اللجوء إلى لائحة الانتظار حسب الاستحقاق. يتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية، هذا بالنسبة للمرحلة النهائية والأخيرة: نسخة مصدق عليها للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، شهادة البكالوريا الأصلية، وكشف النقاط المحصل عليه في امتحان البكالوريا مسلم من الأكاديمية التي ينتمي إليها المترشح. فبالنسبة لعمل التسجيل الإلكتروني أو طريقة التسجيل الإلكتروني غادي نشرحها في فيديو لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.